محدش يعمل اي حاجه خالص، واللي هيعمل فيكم اي حاجه انا اللي هسلمه بنفسي. يعني عايز ايه؟ يصطلح وعايز يلم الليله دي. فقلت له طب كويس، ايه بقول اللي جنبي كويس ان حسين بيقول كده وبتاع وكلام من ده ومش هيحصل حاجه. شويه لقيت حوالي 10 انفار نازلين من على المحطه من فوق ومعاهم شوم وبتاع وكلام من ده وازايز. ببص نازلين، انا هطلع كورس وبتاع مش هيحصل حاجه. قام حسين مكلمهم، حتى اخته جت تتكلم بتقول له ايه؟ بتقول للواحد فيهم ايه يا عم ياقوت احنا مش عايزين مشاكل. راح حسين قال لها ايه؟ روح يا عم احمد ايه مفيش اي حاجه خالص، مشى اخته. تمام. وانا قاعد مفيش حاجه بقى، طالما حنين وبتمشي وبتاع وكلام بدنا، مفيش خوانه خالص ولا في ضرب نار ولا في حاجه. في لحظه في منت لقيت ضرب نار ولقيت طلقه جايه فوق دماغي خبطت في السقف ونزلت ايه بتاع. كنت اعمل كده حتى جايه في الكاميرا ان انا ايه حطيت ايديا فوق راسي. شويه رحت داخل على المحل، شايف انا بقى الواقعه كلها، والكاميرا سجلت ضرب حسين وهو بيقع. الكاميرا اللي هي قبل ما تخرج الفيديو نازل هو كان بيحجز اللي هو مش عايز حاجه. اما بيضه بيحط السلاح في الاول طلعه طلعه ولقيت حسين وقع وجاب شنطه من المحل اللي انا واقف قدامه. تمام. وراح ماشي جاي على نصه المحل ده بس كده عارف، وراح حاططها في السجن بتاعه. هو المحل ده اللي هو الجزاره ده محل محل لا ده محل الجزاره ده هو مسارك تقريبا عليه حد وبتاع. امال ايه محل العصير ده؟ العصير اهو عم ياقوت اللي هو الصعايده ده الصعايده الصعايده اه يوم المشكله معاه ايوه سبب المشكله اه. فلما حسين وقع وكده رحت انا داخل جوه المحل قلت لحماده اتصل بالاسعاف. يعني ايه اصور؟ قلت له انا اصور عشان نثبت لحسين ان هو ما كانش ايه مع اي سلاح ولا حاجه، وانت اتصل بالاسعاف عشان مش عارف اخرج عشان اشيله مع مين؟ مع صلاح. تمام. لان صلاح كان بيجيبه من على الارض واخد ثلاث طلقات واخد الجلابيه بتاعته كانت متغرقه دم. رحت انا مصورها. تمام. وانا جوه المحل مصور بصورهم وهم ايه بيتضربوا من ازايز وبيتضربوا من النار. بيوطي اصلا ياخده واخد ثلاث طلقات كمان. ايه اتصل بالاسعاف واتصل بالنجده، واتصلت انا بالنجده وحماده اتصل بالاسعاف وصورت الوقعه لما حسين وقع وصلاح مش قادر يشيله، صورتها ونزلتها على النت عشان اثبت ان هم كانوا عزل ما معهمش اي سلاح ولا معاهم اي حاجه وجايين كمان بسلاح وبشوم. هو المفروض بقى في الحاله دي ايه؟ الناس دي ما ينفعش تقعد في وسطينا. يعني صلاح المفروض ما تنفعش ابوك الشوم كل ما هو ده عالم مفتريه ما لحقش ده أخير. عالم مفتريه. واللي انا اعرفه ان حسين كان بيقف جنبهم في اي مشاكلهم في اي حاجه ما كانش حد بيقربهم كل حاجه. لانه كان محترم جدا ومحبوب جدا في المحطه حسين. يعني محبوب من الكلام يعني ما كانش بينه خلافات مع اي ولا ليه اي خلاف. في جامع هو بيقعد يحل مشاكل الناس كلها وليه هم وعمل فيه احلى واحد هتشوف انا عامل مشاكل ليهم بيحللهم. هم كان ليهم خلافات هنا ولا لا؟ ما لهمش خلافات بس هم برضه ليهم مشاكل برضه كذا مره قبل كده. اه لا كذا وقع قبل كده مع حسين ده الكبير مع حسين هم مش عارف حسين هو اللي بيعمل حسين هم يقول لي تعالى حل لنا المشكله دي لسه عامل مسجد من اوله لاخره وهو الراجل اللي اتوفى ده لسه عامل بقلي لسه عامل مسجد البقلي ده من اوله لاخره شوفوا عند المطبخ لسه من اوله لاخره دلوقتي من الناس كلها هو راجل خيري معروف هو اصلا بتاع هدد اصلا هو اللي هدد الجامع ولا خد منه جنيه ولا خد منه قاعد هو اللي بيدفع فلوس على حس هو اللي بيدفع فلوس هو اللي جاب الناس الدنيا.